عليكم، لاباس عليكم؟ مزيانين، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. قربنا عندي باش تسمع الهضره. مهم، جبرتوني خرجت مع صحاباتي اليوم. قالوا لي بان كاين واحد المفاجاه في هذه البلاصه. هذه كيف ما كتشوفوا، هذه حنايا في منار، منار بارك. ولكن شنو هي هذه المفاجاه وشنو هي هذه حاجه تفتحات جديده في هذه البلاصه؟ هذه الله اعلم، انا بيدي ما عرفهاش. قالوا لي شي بلاصه مزيونه فتحات هنايا جديده، ولاول مره في افريقيا تفتحات في هذه البلاصه. هذه انا بيدي في القناه ديالي كامله بزاف ديال البلايص جدادين كنكتشفهم وكنحطهم، ولكن هذه في التتلي. يعني خليكم معايا ضروري، غتكملوا فيديو وغتبعوا، عاد تعملوا لي جيم واعجاب، جيم واعجابيه هذيك، وكذلك اشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش نقول لكم شنو هي هذه البلايص فتحت لي اول مره في افريقيا، وهنايا في منار في هذا المنظر هذا. يلا خليكم معايا ويلا نمشيو نكتشفوا بحالي بحالكم. بنات قولي شنو هاد البلاصه اللي غتديوني ليلى؟ مغاوش يقولي شنو هاد المطاع هذا، يعني خصنا دابا نجلسو وناكلو عاد نقدرو نمشيو لديك البلاصه هاديك. قولي شنو هاد البلاصه اللي غتديوني ليلى؟ غنقولولكش سيربرايز سيربرايز مادا فاكا. شنو هاتك هانتوما حنايا ماشيين ديك البلاصه اللي خلوها لي مفاجاه واللي ما عرفهاش شنو هي. بقاو معايا اكتشفوها كاملين. هاتي نقلب الكاميرا. شنو هذا؟ ما هذا؟ خلي بدا بصور. شنو هذه ديال الالعاب؟ اكبر قاعه العاب ديال الخوادي في افريقيا. سمعتوا، اكبر قاعه الالعاب ديال الخوادي في افريقيا. يلا سيداتي استناو، انا غندور كاميرا باش نصور لكم من جهه اخرى. الا كانت موسيقى داخل اكيد غادي نحذف الصوت، وغادي نحذف الصوت وغادي نصور وصافي. لذلك غادي نقدر نعمل المونتي غير الهضره ديالي الا كان شي اضافات ولا شي حاجه. المهم انا داخله باش نصوركم. هادي شنو كتعمل؟
انت شوفو ممكن خليها انت شوفو ممكن Thank you.